السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البن، وإن شاء الله لو في أسئلة نحاول نجاوب عليها ونتشارك الأفكار مع بعض بإذن الله. أولا أنا اسمي عمر سليم، وسعيد بالوجود في بن مغربية المنصورة. شباب ممتاز جدا، وربنا يسر، وإن شاء الله يعني يكون لقاء مثمر. طيب احنا هنتكلم على ايه هو البيم، اللي هو بيلدينج انفورميشن موديلنج، وبعض الكتب بدات تخليها مانجمنت على اساس تقول ان هي اداره وليس مجرد نمذجه، مش مجرد شكل. لا، ده هو الموضوع، ان انا بدير المبنى من خلال ان انا بحط كل المعلومات اللي تفيد في اداره المشروع. تمام، اهلا باشمهندس محمد. فالبيلدنج انفورميشن موديلنج بيعتبر اكبر تكنولوجيا موجوده في اداره المشاريع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التطور رهيب جدا في الموبايلات، في العربيات، انما في اللقطه او في الجزئيه بتاعت الجزئيه الخاصه بصناعه الانشاءات او صناعه المباني، التطور فيها بطيء شويه. فده عامل ما فيش تطور خلال 50 سنه اللي فاتت دي غير البيم. البيم هو اكبر تكنولوجيا موجوده. لو جيت تبص على العربيات، فرق كبير جدا بالعربيه اللي كانت موجوده دلوقتي من 50 سنه. لو جيت تبص على الموبايلات، يعني ما كانش في موبايلات اصلا من 50 سنه. التطور بتاع التليفونات تطور رهيب، تقريبا كل يوم بينزل حاجه جديده. موضوع بقى صناعه الانشاءات، نفس الجرارات ونفس الوسائل، الرافعات والكرين والحاجات دي اللي كانت موجوده. التكنولوجيا الوحيده اللي عملت فرق كبير هو البيم، ووجد لما لقينا مشاكل. يعني هو مش صحينا الصبح واحد اخترع اختراع، لا، ده كان في مشاكل كتير جدا، ما يقارب من 50 مشكله في حاجات كتير جدا بتمثل خساره في الوقت وفي التكلفه وعدم الالتزام، وان احنا ممكن نقعد فتره اطول بكتير من اللي احنا مخططين لها. يعني احنا مخططين مثلا ان احنا نخلص المشروع ده مثلا في سنه، ممكن نخلص في 10 سنين. تمام، وده كان بيحصل فعلا حقيقي. فنتيجه لموضوع البيم قدرنا نحقق كنترول على المشروع، كنترول على الوقت بتاع المشروع، وعلى الجودة بتاعت المشروع، وعلى التكلفة بتاعت المشروع. يعني احنا مش احنا قلنا لا احنا قاعدين زهقانين فنخترع حاجة اسمها البيم، لا، ده كان في مشاكل كتيرة. على سبيل المثال، مثلا لما تيجي تبص للصورة زي ديت، هو هنا ما خدش باله من الميل. يعني هو بيرسم في الاوتوكاد كمسقط، ما كانش واخد باله من الميل دوت، انما لو هو شافه في 3 دي هو بيعمل زوم او بيعمل ووك ثرو او بيتفرج على الحاجه في 3 دي، هيبقى خلي باله من المشكله ديت. ممكن يعمل البارامتر ان لو لقى اي حاجه بميول معينه يبدا يتكلم عليها ويقول له لا، ده في مشكله هنا. تمام، فاحنا كان عندنا مشكله في الكوردينيشن، فيها مشكله كبيره جدا. الشينج اوردر والريورك، الشغل كتير بيتكرر، في تاخيرات، في تكلفه زياده، في كل شويه تحصل ان انت تعمل حاجه وبعد كده تطلب منك تعديلات ثانيه، فتبقى في زي كليم، مطالبات بمبالغ ماليه تعوض الخساره ديت، في مشاكل في الارباح، في مشاكل في الهالك، فمشاكل كتيره جدا. وسبحان الله لما جت تكنولوجيا البيم ديت وجينا انها تحل لنا المشاكل كلها، مش بتحل جزء من المشاكل، لا، بلا استثناء بتقدر تتحكم وتدير المشروع. فهو فكر اخر، مش اصدار جديد من الكات. نبص لو في اي اسئله. تمام، فنتيجه للمشاكل الكتيره اللي كانت بتحصل في موضوع ان البيم قدر يجي يحل المشاكل ديت، اصبح بيسمع بسرعه وفتره بسيطه جدا، اصبح اجباري في بلاد كتيره جدا، بلاد كتيره نذكر منها مثلا بريطانيا، سنغافوره، في دبي اصبح اجباري، في امريكا في المشاريع الحكوميه، في كوريا الشماليه، في الدول الاسكندنافيه زي النرويج، استراليا، بدا خلاص لازم تبقى البيم عشان تاخد موافقه. فما اصبحش اختياري ان المهندس هناك يتخرج يعرف بيم او ما يعرفش، لا، ده لازم اجباري عشان يشتغل في اي مشروع، لازم يكون عارف البيم دوت وفاهم هو بيتكلم فيه.
فاحنا كان عندنا مشاكل كتيرة جدا ان 30% من المشروعات مش بتلتزم بالبادجت وبتعدي البادجت، وتقريبا 90% من الكلاينت او المالك او العميل بيقول لك مش هو ده اللي انا كنت افكر فيه، انا مش راضي عن التصميم اللي هو عايزه. 37% من الماتيريال بتترمي تبقى وست، يعني هو عمل حاجه وبعد كده اكتشف ليش، اكتشفه امتى؟ بعد ما بنى الحاجه، فبيضطر ان هو يكسره ويرميها. 10% من تكلفة المشروع بتبقى عبارة عن شينج اوردر، الراجل ما تخيلش الحاجة. فلذلك مثلا تكنولوجيا زي الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي ودول تكنولوجيات ما كانتش هتخش في مجال الصناعة والبناء لولا البيم، لولا ان في مودل اتعمل بيم فقدرنا ان احنا نربط التكنولوجيا دي بالبيم. بنقدر يلبس الخوذة دي واحنا بنصمم، او يلبس النظارة ديت، او يحط الموبايل في الجهاز فيبدأ يشوف الحاجة هتتعمل ازاي. تمام؟ طيب النقلة بتاعت من الكاد للبيم نقلة كبيرة جدا، زي من الورق للكاد. كانت ناس كتيرة مستغربة الكاد ده هيعمل ايه، وبعد كده بقى اجباري. ونفس الفكرة برضو لما نقلوا من الكاد للبيم كان في فرق كبير جدا. هو الكاد بقاله كتير، بقاله تقريبا 25 سنة موجود، من قبل الويندوز كان موجود على نظام الدوس، وبدأ يتطور واحدة واحدة. تمام؟ بس مش هو ده المسار بتاع البيم، يعني مش جه في اصدار من الاصدارات وقال لك احنا هنعمل ابديتد ليه هيبقى بيم. البيم فكر مختلف تماما عن الكاد، الفكر نفسه مختلف. بمعنى ايه مختلف؟ بمعنى ان الكاد مجرد ان هو بيرسم خطوط، بيرسم اقواس، بيرسم بلوك، بس هو نفسه ما عرفش الحاجه دي ايه، ما عرفش ان الخطوط دي عباره عن حيطه ولا عمود نور، ولا عباره عن ايه بالظبط. يعني كان واحد صاحبي رسام، وواحد قال له تعالى ارسم لي الحاجه ديت، وقال له خد خط، طب ارسم قوس، طب تعالى كده، او كده اللي هي القميص مظبوطه. فكان بيرسم الملابس وبعد كده يحطها على مكان معين بتاع الطباعه ويطبع الهدوم، وانت فعلا ممكن ترسم فازه. واعرف واحد مثلا كان عمل برنامج جوه الاوتوكاد يصمم له الحذاء اعزكم الله، وبعد كده يحط له مكان سي ان سي ومكان متخصص فيطبع له الحذاء. فهو يعني زي ما تقول ورقه بيضاء بتشغل فيها، او ورقه سوداء عشان هو لونه اسود ويرسم فيها. ففكره البيم لا مختلفه، انا ما برسمش حاجه غير لما اكون مدخل المواد بتاعتها مظبوطه. يعني اصلا في الشغل العادي بتاعنا ما كناش بندخل ارتفاعات الحاجه غير في شوب درونج، يعني زي كل يوم انا مش عارف ارتفاع الحاجه دي ايه. تمام؟ انما لا، انت وانت بترسم صاج او بترسم كوبر تري او بترسم اي حاجه لازم تقول له الارتفاع بتاعها قد ايه. ما تعرفش ترسم الكاميرا او الا لما تقول له الكاميرا دي هتنزل عن السقف الصوت، ولا هتدخل في السقف، ولا موجوده في السقف فوق. تبدا تدخل له كل المعلومات اللي انت عايزها في التنفيذ. ده في اي مرحله؟ ده في مرحله التصميم في الاول خالص، بنبدا ندخل المقاسات، بعد كده ممكن نغير لو في مشكله في الارتفاعات. تمام؟ طيب تخيل مثلا ان انت جات لك اللوحه زي ديت، ده ستيل مثلا، وقال لك اعمل لنا الحاجه ديت ستيل ديتيلنج، فصدقني مش هتفهم خالص. تمام؟ انما لما حاجه مثلا بالشكل دوت، ده بقى ايه؟ تقدر تاخد سكشن في اي حته، وتقدر تاخد الحاجات دي اصلا تبعتها للمصنع فهو يطبعها لك بري فابريكيشن، تاخد الحاجات دي وتبدا تشتغل عليها، وهتوفر معاك وقت كتير جدا. تمام؟ زائد ان حاجه دقيقه جدا، انا كنت بدي كورس في شركه في قطر هنا متخصص في الام اي بي، فكان هم شغالين في جزء بتاع المقاولات اكثر من الاستشارات. فكان بيقول لي اشتغلوا فتره بان هو بيعملوا على الكاد المقاسات ويبعتوها للمصنع، فالمصنع يصنع ويبعتها الموقع، فالموقع يلاقي الحاجات اللي هي اطول اللي هي اقصر، مفيش ولا مره جت حظا كده مظبوطه، فيبداوا يقطعوا في الموقع، وده مشكله لانه خطر فمش سيفتي، غير لما يكون في المصنع بالمعروف اماكن القطع فين بالظبط وحاجات زي كده. لما تبقى الحاجه مثلا اقصر فيضطروا ان هم يرموها او يستخدموها استخدامات تاني، فكان الشغل عك. لما اشتغل بالبيم وبدا باستخدام برامج معينه يظبط الحاجات دي ويبعتها اوتوماتيك للمصنع، المصنع قال له لا انا عايز كده على طول، الشغل ما فيهوش اي كاشيت خالص، الشغل كله زي الفل. تمام؟ فانت لما تيجي تصمم ديت وتيجي تعمل هنا هتلاقيها معموله بالمقاسات مظبوطه بكل حاجه. وفي مشروع هنا اسمه متحف قطر الوطني، احنا لما شفنا التصميم قبل ما يفكروا ان هم يبنوه كان
كان الفكره بتاعت جين نوفل، احنا قلنا الراجل ده بيهزر، الراجل ده تصميم معقد جدا، الراجل ده بيعمله شكلا، في ناس معماريين بيعمل حاجه شكلا هو عارف انها مش هتنفذ لمجرد حاجه حلوه وحاجه اسمه في التاريخ، بس تنفيذها مش هينفع. بس هو باستخدام تكنولوجيا البيم، ودي محاضره حضرتها، بس هو تكنولوجيا البيم قدروا يوصلوا ان هم يعملوا الحاجه دي المستحيله ديت، وبالذات ببرنامج اسمه تكلا. يعني هو قال لك لو انت حاولت تستخدم اي برنامج من برامج البيم الثانيه مش هيوصل بالقوه ديت، لازم كنا نستخدم في تكلا ولازم نستخدم في تكنولوجيا البيم. فالكاد بترسم خطوط مش مفهومه، بترسم حاجات كده لاين ارك سيركل، انما هنا كل حاجه تحط معلومات. لو انت رسمت حاجه في البيم ومش مديله المعلومات بتاعتها، يعني رسم حيطه بس انت مش مديله الارتفاع وده شبه مستحيل، او مش مديله الماتيريال بتاعتها وده شبه مستحيل، هتلاقي الموضوع كله مرفوض. تمام، هتلاقي ان هو مش هيبقى حاجه زي كده. طيب خلينا مثلا نشوف حاجه زي كده. ده مثلا زي غرفه ومعموله هيت، تمام. ده في الاوتوكاد عباره عن ريكتانجل ريكتانجل، وما تقدرش تاخد اي معلومه خالص غير الاكس كوردينيت والدايمنشن، مش هتقدر تشوف اي معلومه غير كده. تمام، حتى لو عملتها 3 دي مفيش. انما هنا مجرد تعمل سيلكت على الوول يديك كل المعلومات الخاصه باللينس بالدبس بالهاي بالتايب باي معلومه انت محتاجها. تمام، لو اي حد عنده اي اسئله احنا جاهزين للاسئله. واهلا بشمهندس محمد خيال ودكتور هشام والناس الجميله ديت، اساتذتنا الكور. طيب لو جينا نبص هنا مثلا، ده مشروع، تمام، هنلاقي ان الكات كان بياخد 190 ساعه، البيم بياخد 90 ساعه. تمام، ده في مرحله الاسكيماتيك. طيب في مراحل مثلا زي الكوردينيشن بنلاقي ان هو بياخد 16 ساعة، بينما كان في الكاد بياخد 175 ساعة، يعني بيوفر لي 91% من الوقت. حاجة رهيبة جدا، حاجة ممتازة جدا. طيب ايه الفكرة من حاجة زي كده؟ تمام، الفكرة ان هو اوتوماتيك بيقدر يقول لي فين المشاكل الموجودة فين، ويحدد لي اماكنها بالظبط، بينما ممكن اقعد ساعات عشان اعرف المشكلة دي موجودة فين. ثانية واحدة، ده الرابط بتاع الزون لو حد عايز نتكلم على الزون. تمام، لو حد حابب يشرفنا ونتكلم على الزون. تمام، طيب في ناس كتير تقول لك لا احنا اشتغلنا على البيم وخد وقت اطول. ما هو طبيعي ياخد وقت اطول لان ده اول مشروع اشتغلت عليه. لو انت اول مشروع تشتغل كده هياخد منك وقت كتير، دي حاجه منطقيه ومفيش اي خلاف. ان انا لو بشتغل على برنامج حتى لو سهل جدا اول مره، العقل بياخد فتره على ما يتعود عليه، وكل شويه مثلا يقف قدام زرار مش فاكر راح فين، كان هنا ومشي وحاجات زي كده، فده بيعمل لخبطه. انما لو انت معاك في التيم واحد قوي بتساله وبترجع له بتدور على المعلومه، عندك المكتبه جاهزه، اشتغلت في مشروعين ثلاثه قبل كده، هتلاقي الموضوع اسهل بكتير جدا من الكات. يعني حتى لو انت في الوقت بتاع التصميم بياخد وقت اقل، ولو كنت جيت تاخد سكيشن هتلاقي في الكاد بتاخد وقت كتير قوي لما تفكر في السكشن وترسمه، انما لما تكون شغال في البيم بتلاقي السكاشن بتطلع معاك بسرعه جدا. طيب فهتلاقي البيم هو عباره عن قاعده بيانات بندخل فيها كل المعلومات اللي احنا محتاجينها، ونقدر نتبادل المعلومات كلنا، سواء معماري سواء انشائي سواء كورتينيشن سواء فاسيلتي مانجمنت سواء. ففي انواع كتيره جدا من انواع الاداره بتبقى قويه جدا باستخدام البيم. يعني لو احنا اتكلمنا مثلا على اللين مانجمنت او الاجايل مانجمنت اللي هي الادارات اللي بتحارب الهدر، طب انا اعرف الهدر منين؟ ما انا لازم يكون عندي تكنولوجيا سهله جدا تقول لي ده في هدر في المكان الفلاني، في عندك مشكله في الحاجه الفلانيه. فموضوع ان انا افهم الحاجه موجوده ازاي وافهم المشروع كويس، ده بيتم من خلال البيم. على سبيل المثال مثلا لو انت جاي تعمل فاليو انجينير، يعني ايه فاليو انجينير؟ يعني بتبدا تشوف المشروع ده تكلفته قد ايه، وتقدر ازاي من غير ما تقلل الفايده بتاعته تقلل التكلفه. يعني مفيش حاجه اسمها ايه احنا كنا نعمل 7 ادوار هنخليهم 5 يبقى احنا وفرنا، لا انا عايز ب7 برضه بس اقلل التكلفه. ده علم لوحده وقصه طويله يعني، بس الشاهد منه ان انا اقدر اعرف المعلومات دي كلها من خلال البيم، اقدر اعمل سيموليشن ليها، اقدر اخد اي معلومه انا عايزها، اقدر سهل جدا ان انا افهم ابعاد المشروع.
على سبيل المثال كنت شغال في مشروع وبعد كده المدير قال لي الرام دوت خد لي فيه سيكشن كل متر، فالرام كان طويل، فبقول له يعني كل متر هيبقى صعب جدا، يعني انت عايزه ليه كده الفكره دي؟ هطلع لك 100 سيكشن. قال عشان تخيل، قلت له انا ممكن اروح 3 دي، ممكن اعمل لك ووك ثرو. وقال لي ايه ده، ينفع 3 دي؟ ففي امكانيات حلوه في موضوع البيم دوت فوق ما تتصور، يعني ما فيش حد يقدر يقول لك انا فاهم البيم كله او انا فاهم، لا هتلاقي واحد مثلا بيستفاد من البيم ده في ال 4 دي اللي هو الزمن، ان انا اشوف المشروع هيتبني ازاي وبالشكل بس. اغلب الناس بتشرحها لانه شكل بس، لا هو هندسيا ازاي افهم طبيعه المهام وارتبها واكتشف المشاكل، ان المفروض الحاجه دي تبقى قبل ديت ودي بعد دي، وارتبهم بدل ما هم موجودين في جدول البرمجيره مش مفهومين مش واضحين، لا انا اقدر افهمهم واستوعبهم واناقشهم مع الفريق العمل بتاعي من خلال ان انا بوريها له في الفور دي. تمام. طيب بالنسبه للفايف دي، فايف دي هو تقدير التكلفه. تقدير التكلفه يعني من قبل ما ابدا المشروع، مجرد حاجه بس كده ببدا اقدر التكلفه، وفي كل مرحله من المراحل بنعمل الفايف دي ويكون عندنا معلومات اكتر واقرب للصحه، فبنزود درجه الدقه في تقدير التكلفه. السكس دي ده من اهم الحاجات بقى اللي انا يعني ايه محببها لقلبي، اللي هي ان انا اعمل مبنى صديق للبيئه، اعرف اعمل مبنى يكون اقل في استخدام الكهرباء، اقل في استخدام الميه، ازاي ان انا اعرف الحاجه دي هتكلف جامد ولا مش هتكلف جامد، او الحاجه دي تكلفه تشغيل. يعني احنا دلوقتي عملنا المبنى ولقينا الكهرباء عاليه لان احنا ما كناش عملنا دراسه ازاي نخلي الشمس تدخل اطول وقت ممكن. حاجه شخصيه بالنسبه لي، عندي في البيت بتفكر ان انا اركب الطاقه الشمسيه، فجبت البرنامج وقعدت اشوف لو انا جبت الحاجه دي تكلفتها هتبقى اكتر ولا تكلفه الكهرباء، فلان انا ساكن في القاهره في المرج، فلقيت ان التكلفه بالنسبه لي مناسبه اكتر من الطاقه الشمسيه، لان الطاقه الشمسيه محتاج عشان تحس بيها تكون في عندك مسافات كبيره، انما عندي الحته صغيره وفي مشاكل كتيره جدا في الموضوع. عايز اسمع كده في الشمس. اتفضل. لو انا جبت الحاجه دي تكلفتها هتبقى اكتر ولا تكلفه الكهرباء؟ فلقيت انا ساكن في القاهره في المرج، فلقيت ان التكلفه بالنسبه لي، بس الصوت بتاع الفيسبوك عشان طالع معايا، الطاقه الشمسيه مش كتيرة جدا لحد ما. طيب لو سمعت بس في الصوت حسيت ان هو بيتردد لغايه دلوقتي، في مشكله في الوقت بتاع الستريم. طيب السيكس دي حاجه مهمه جدا ان احنا بنشوف التكلفه الحقيقيه والتكلفه هتبقى قد ايه لو احنا استخدمنا حاجه صديقه للبيئه. على سبيل المثال في رشاشات بتاعت الميه بتقلل كميه الميه، في اجهزه حنفيات بتوفر الميه، وهكذا في حاجات كتيره جدا بتوفر ميه. فلو انا جبتها هتوفر هتعوض لي التكلفه بتاعتها خلال فتره قد ايه؟ خلال مثلا سنه او سنتين او ثلاثه، تبدا تدرس الموضوع بحيث لما تاخد القرار تبقى واخده على العلم، مش واخده مجرد ان انا سمعت حاجه كويسه هبدا اطبقها. ممكن تكون كويسه بس مش مناسبه ليا. السلام عليكم. ايوه يا باشمهندس. السلام عليكم. سليم. اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا باشمهندس. ربنا يخليك يا رب. بالتوفيق ان شاء الله، ومحاضره ممتعه جدا يعني، واتمنى ان شاء الله الجميع يستفيد باذن الله. الله يكرمك يا باشمهندس، وجودك يا استاذ. الله يخليك، ربنا يخليك. انا بس بشكر حضرتك وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. الله يكرمك يا باشمهندس. الله يكرمك يا باشمهندس. الف شكر. طيب هنلاقي عندنا 7 دي. 7 دي عباره عن الفاسيلتي مانجمنت، ودي حاجه كويسه جدا ومربحه جدا. يعني اي مهندس في اي قسم بيشتغل لحد ما المبنى يخلص في خلال سنه سنتين وخلاص بقى يدور على شغل تاني. انما لو انت بتشتغل في 7 دي، 7 دي عباره ان انا بدير المبنى بعد ما الناس كلها مشيت، انا مسؤول عن اداره المبنى وصيانته والحاجات دي كلها، وطبعا بالتكنولوجيا بتبقى سهله جدا. ففاسيلتي مانجمنت لو انت اتقنتها فلوسها كويسه، وبالذات ان مفيش جامعات في الوطن العربي حسب علمي بتدرسها. فمحتاجه بس شويه شغل، والحمد لله شرحنا ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي على قناه بيمة الربيع. طب ال 8 دي حتى الان ما اتفقوش عليها، بس غالبا هيكون السيفتي، لان
البي اس 1192 الجزء الخامس كان بيتكلم عن سيفتي، فانا متوقع ان هو يعني الاتفاق يبقى ان الاي دي هو السيفتي. تمام. طيب لو هنا نتكلم على البيم اهوت، البيم ناس كتير كل واحد بيشوفه من وجهه نظره، فعلا حقيقي يعني مهندس الميكانيكا بيشوف مثلا ان هي بتوفر له اداه حلوه قوي في اوجاد الكراشات، المهندس المعماري اه ده بيجيب لي سكاشن، واحد تاني ده خلاص من حصر، كل واحد بيشوفها من وجهه نظره هو، وممكن ما يكونش مستوعب وجهه النظر الثانيه. تمام. لان هو حاجه كبيره جدا مش مجرد حاجه صغيره او لا، هو علم كبير جدا يعني. تمام. طيب يعني احنا عايزين بقى نمسك كده كلمه كلمه حرف حرف ونبدا نشوفها مع بعض. تمام. طيب بالنسبه انا مش عايز اكون بعمل دعايه لشركه معينه او كده. تمام. بس كلامي بس اللي انت عايزه اعمله، كلامي بدرس يعني، فهقول لك كل الحاجات. طيب خلينا نخش كده في كلمه بيلدينج، هو بي اي ام بيلدينج انفورميشن موديلنج. فلو جينا نبص على بيلدينج هنلاقي حاجتين، اول حاجه بنتكلم في الفيرب وبنتكلم في النوم، بنتكلم في عمليه البناء وبنتكلم في المبنى اللي اتبنى فعلا، يعني حتى بعد ما اتبنى الموديل وقفنا المكن وقفنا كل حاجه ما زال البيم نقدر نشتغل عليه، نقدر نستفاد منه في البي ام اس، نقدر نشتغل منه في الفاسيلتي مانجمنت، نقدر ناخد اي معلومات احنا محتاجينها، تقدر تدير المبنى كله، ما تستناش ان حد يخش اوضه ويقول لك لا ده انا عندي مشكله في الكهرباء، هو اوتوماتيك يبعت لك رساله في صيانه او يبعت لك يقول لك ده في حاجه المفروض تعمل لها تغيير، في قطع غير المفروض تتغير، الحاجات دي كلها. ف فوق الوصف الموضوع دوت، ده يعني لما تشتغل في فندق كبير او في مبنى كبير وانت مسيطر على الموضوع دوت، مفيش حد هيشتكي ويقول لك ده في حاجه قطعه او كده، لا هي اوتوماتيك انت بتصلح الحاجه قبل ما ميعادها، قبل ما تخرب. ثاني حاجه البندج مش مقصود بيها مبنى خلاص، لا بيدخل معانا المودم برضو، بيدخل معانا الكباري، بيدخل معانا الطرق، كل الحاجات دي بتدخل معانا بدون اي مشكله خالص. طيب انفورميشن المعلومات، لو انت عملت المبنى 3D بس ما دخلتش معلومات يبقى ده مش بيم خالص، لازم يكون في معلومات في ال 3D دوت. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عملت سيلكت على الوول يبدا يقول لي ده دي وول ودي اليو فاليو بتاعتها قد كذا ودي الحجم بتاعها قد كذا، يبدا يديني كل المعلومات الفيزيائيه وغير الفيزيائيه. الموديلنج 3D يعني ما ينفعش كل الكلام ده يكون مكتوب في ورق او اكسل، لازم يكون 3D بحيث ان انا ابدا اتجول بالجيم جواه وابدا اشوفه من جميع النواحي واعمل اكسروه وكل الحاجات دي. فده بيسهل لي حاجات كتير قوي. يعني خلينا نقول ايه، ان هيبقى في مصدر واحد للمعلومات، في ملف واحد، بدل ما انا في الكاد عندي 500 ملف وبيطيروا وبيتوهوا، وعمليه النقل فعلا من الديزاين للبنى او الكونستراكشن ومن كونستراكشن للاوبريشن بقى فيها توهان، تلاقي لوح كتير اوتوكاد وكذا ريفيجن ومش عارف اخر حاجه راحت فين، وبندوخ على ما نعرف نعمل الحاجات ديت. تمام. طيب فالموضوع فعلا محتاج يكون فيه تنظيم، ومحتاج يكون فيه موديل واحد يكون فيه كل المعلومات. على سبيل المثال لو في حد سبلاير بعت لك معلومه، المعلومه دي ممكن تبعتها للمين؟ يعني واحد مثلا عمل معلومات الازاز، هتبعتها للكهرباء ولا تبعتها للميكانيكا ولا تبعتها للمعماري ولا الانشائي؟ ولو واحد بعت له ايميل هو مش محتاجه هيعمل لك مشكله، يقول لك انا ناقص، انت عمال تبعت لي ايميلات وخلاص، تبعت كله وهتبقى حاجه وحشه. لو انا بعت الايميل ده لحد وحد ثاني ما جالوش الايميل هيعمل لي مشكله. مثلا الاسانسير، الاسانسير نبعته للمعماري ولا لا؟ نبعته للميكانيكا، تكييف ولا البلامنج ولا الكهرباء ولا الفاير فايتنج؟ فمحتاج ان انا اقعد اخد قرارات كتيره جدا، وممكن مثلا تنسى تبعته للانشائي يعمل لك مشكله، ممكن ما تبعتوش للكهرباء والكهرباء محتاجه احمال وحاجات زي كده يعمل لك مشكله. فالاحسن ان يكون في موديل وكل الناس تدخل تحط المعلومات بتاعتها وتاخد المعلومات من بيت الاقسام، فده بيبقى حل سحري للمشاكل. احنا كان عندنا هرم كده الجوده والوقت والتكلفه، لو انا قللت التكلفه على حساب الوقت على حساب الجوده وهكذا، انما الحمد لله في البيم انا بقلل الوقت وبقلل التكلفه وبزود الجوده. الجوده مقصود بها هنا بقلل عدد الكلاشات، بقلل عدد الكلاشات.
فده بيؤدي ان المشاكل الموجوده في الموقع بتقل، عدد الساعات بتقل، ده بيقلل ان العامل يتعرض لمشاكل وخطوره لانه شغال في الموقع. تمام، فده بيعمل فوائد كتير جدا لا حصر لها. قللت انا اصلا الوقت اللي يقعد العامل، بدل ما المشروع كان يقعد مثلا 3 سنين ممكن يقعد 2 سنين. يعني لو قدرنا نستخدم البن مع اللين مانجمنت بنقلل جامد الوقت، بس يكون ايه الناس فاهمه مش حبس، وتلاقي فعلا الفوائد بدات تطلع بشكل قوي. تمام، طيب من ضمن مثلا الحاجات الكويسه جدا المبنى هو تمسكه تقدر تاخد اي معلومه، لو علامه اللكت على الازاز تقدر تدخل في السيستم داتا، تقدر تدخل في الكوست داتا، في السكادول داتا، في الليد دوكيومنتيشن، في الماتيريال، في السايز، في الفوليوم. بالمناسبه انا قريت اكواد كتيره جدا في الاستدامه، طبعا اكواد البيم الحمد لله كتير، بس الكود المصري تحديدا اللي هو الجرين بيراميدز في حته مش ما لقاش في اي كود تاني، هو بيديك نقطتين لو انت استخدمت البيم، مجرد ان انت عملت مشروع بالبيم بتاخد نقطتين. طب لو استخدمت البيم في الاستدامه تاخد 3 نقط، لو استخدمت البيم في الاستدامه مع الفاسيلتي مانجمنت تديك 4 نقط. ودي يعني خطوه جميله جدا نشكر عليها الناس اللي بتشتغل في الكود، خطوه جميله جدا تشجع الناس ان هم يتبنوا البيم. والفكره مش ان الناس تتبنى البيم، البيم اداه لحاجه قويه، فانا ما دام انت عايز تستخدم حاجه قويه دي بستخدم البيم. يعني على سبيل المثال انا هستخدم البيم عشان اوفر التكلفه، عشان مش هستخدم البيم عشان اقول ان انا بستخدم البيم، لا انا بستخدم البيم عشان حاسس ان هو بيفيدني. في بعض الشهادات الواحد بياخدها وبيبقى عارف ان هي مش هتفيده غير شهاده، انما في بعض الشهادات بيبقى الواحد عارف ان هو هياخدها هتعلم منها كتير جدا وهيستفاد منها والحاجات دي كلها. فالبيم من الحاجات اللي انت بتفيدك في الكارير بتاعك وبتفيدك في الشغل بتاعك، بتحس ان انت فاهم الشغل بتاعك اكتر، بتحس ان انت بتعمل حاجه منطقيه، بتحس ان انت بتبعت المعلومات الكافيه للموقع بتشتغلوا بيها، مش ببعت لهم حاجات وكل شويه يبعت لي ار اف اي ويستنى اسبوع والقصص دي، لا هو ببعت له المعلومات ويبدا يشتغل عليها. ويبقى موديل واحد كنا شغالين عليه في مرحله ديزاين، مرحله تندر، مرحله كونستراكشن، مرحله جزء كونستراكشن، كلنا شغالين نفس الموديل. تمام، طيب من الحاجات اللي بتعمل لغوطه كتير ان الناس تفتكر ان هو البيم ده عباره عن برنامج هاخد كورس ابدا افهمه. تمام، او ان هو ريفت مثلا، لا هو فكر بتختلف الفكر بتاعك. بمعنى ايه؟ بمعنى انت مش بتفكر في ان انت تعمل 3 دي وخلاص، لا انت بتفكر تفكير تاني خالص، ان انت ازاي تستفاد اقصى استفاده ممكنه، ازاي تعرف الكلاشات فين، ازاي لما حد يقول لك انا عايز مثلا حاجه معينه تقدر تفكر البيم بيعملها لك ازاي. لان من ناحيه ان انت تاخد تشتغل في الريفت وتطلع لوح جميلة جدا وتطلع لوح تاخد عليها اوروبا ماشي، بس لما يكون في غلطات لا دي مش مقبولة، احنا مش عايزين حد يعمل حاجة زي كده. ما تقعدش تتحايل على البرنامج، يعني انت مش عارف ترسم حاجة معينة فتروح ايه ارسمها في 2D، لا ده غلط. تمام، او انت مش عارف ترسم حاجة معينة فتروح عامل هاتش معين والناس مش تاخد بالها لما يتبع او يتبع الكاد، لا برضه غلط. لان انت لما تيجي تعمل حصر او هتيجي تعمل كلاش ديتكشن مش هيطلع لك المعلومة خالص، فاحنا عايزين نبدا نشغل مظبوط عشان فعلا تطلع حاجه كويسه ان شاء الله. تمام، طيب بحس ان انت مثلا ايه واحد يرسم كله ماس، انما لا لو انت رسم مظبوط يبقى تعمل سيكت على دي يقول لك كيرتن وول ويجيب لك كل انفورميشن خاصه بالكيرتن وول والتقطيعات الالومنيوم والحاجات دي كلها، الروف يجيب لك كل الطبقات الموجوده، ممكن يكون الروف ده مثلا 20 طبقه، تيجي تعمل سيكت على الجزء اللي بره ده يقول لك الماتيريال اللي تحته. انا مش محتاج يبقى عندي 1000 ورقه اقعد اقراهم عشان افهم، انا مجرد اعمل سيلكت على حاجه اعرف المعلومه اللي انا محتاجها بالظبط. تمام، ومن اكبر المزايا ان انت لما بتعدل في البلان تعدل في السكشن، تعدل في الاليفيشن، تعدل في 3 دي، تعدل في كل مكان، تعدل في نفس الوقت، لان هو مش بيتعامل مع الحاجه ان انا برسم 2 دي، يعني ده مش 2 دي ولا ده 2 دي، لا ده موديل متكامل. ولذلك بتلاقي المشروع كله في ملف واحد، مش بتلاقي دور اول ودور تاني وواحد شايل ماده وحاجات زي كده، لا كله في مكان واحد. وممكن تتعلم على السكادول في غرفه معينه يروح جايب لك الغرفه دي موجوده فين، هو بيتعامل كله
كموديل واحد، وهنا بس بيعتبر زي مسقط يعني ابسط حته بالسكينه كده ويبدا يشوفها. هنا برضو بياخد مثلا قطاع راسي قطاع افقي ويبدا يشوفها هتطلع عامله ازاي. بس ما فيش حد بيرسم حاجه 2D في قلب البن الا اللي هو كان متعود يشتغل كاد، فبيرسم زي ما هو متعود. تمام، هو زي ما انت شايف هو الموديل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال وكل حاجه بتبقى موجوده، كل واحد بيعمل الموديل بتاعه، سواء بقى اشتغلنا نظام لينكات او اشتغلنا نظام ورك شيرنج، او الاصح ان احنا نشتغل الاثنين مع بعض. يعني الملف بيبقى معمول ورك شيرنج بحيث اكتر من واحد يشتغل في نفس الملف في نفس الوقت. والاقسام المختلفه كل واحد عامل الموديل بتاعه ورابطين ببعض بمخلل اللينكات. البيم عباره عن بروسيس عمليات وتواصل بيننا وبين بعض، ولازم ناخد بالنا ان البيم مش ريفت. يعني اوتوديسك اقنعت الناس ان الريفت هو البيم، زي ما تقولش حاجه ساعه اقول لكم كل، لا ده حاجه وده حاجه. البيم هي فكره والريفت بحال الحاجه، زي ما بنقول ايه اداره المشاريع، وفي برنامج اسمه برومونتير. اداره المشاريع ده اللي هو زي البيم كده، منهج عام ممكن تستخدم فيه اي اداه وممكن ما تستخدمش اداه خالص. تمام، هو ده من 10 دقائق، ف ممكن نكمل تاني لو في اسئله، او في اي حد عنده اسئله نقدر نخش فيها. هل حد عنده اسئله او اي حد عنده مشاكل او حاجه مش واضحه؟ مفيش مشكله، نقفل ونيجي تاني، احنا معاكم. وان شاء الله في سلسله فيديوهات مع ناس كتيره كلهم افضل مني وكلهم احسن مني، بصفه دوريه مع بيب ماريبي ان شاء الله. محاضرات تانيه كتير جدا. طيب في سؤال اهوت، في سؤال في الشات. لا اتفضل، لا الاسئله اهم من الكلام، اتفضل. معاك المايك واتفضل. اتفضل يا فندم. مساء النور يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا استاذ. هي الحقيقه بس انا عندي شويه اسئله كده، يعني مناقشه سريعه. يعني انا احمد محمود، سنه 5 عماره في مودرن اكاديمي. اهلا وسهلا. عندي شويه حاجات، بس يعني احنا طبعا في الكليه مشكلتنا ان احنا ما بندرسش بن طبعا زي ما حضرتك قلت خالص، وبيشتغل كات حتى وركينج بيشتغل برضه كات، ديزاين بروسيس كلها بتشتغل كات، واحتمال وطبعا في دكاتره بتعمل الاهم بالنسبه لها مانوال كمان. تمام. الحقيقه انا كنت عايز بس اسال على حاجه ادفانس شويه، هي فكره البيم ديفلوبر وبتتطبق ازاي كورك فلو في مرحله البيم في الشركات عموما يعني. حبيبي تمام. طيب بص يا استاذ الفاضل، الجامعه المفروض يدرس الاثنين مع بعض. يعني بمعنى ايه يدرس الاثنين مع بعض؟ يعني يدرس المانيوال، المانيوال ده ما فيش اي استغناء عنه. تمام، ولما بشتغل مع اي حد مثلا هو شغال بيم كل حاجه وليه شغال مانيوال، بفرحان جدا. تمام، لازم الاثنين مع بعض. يعني المانوال ده حاجه اساسيه، حتى لو انت عامل موديل البيم وطبعته برضه بنشتغل جزء مانوال. تمام، بس برضه المفروض ايه يبدا يدخل في موضوع البيم شويه. واحنا حاليا في بيم اريبيا بندخل كذا جامعه بنحاول نشوف موضوع البيم دوت من غير مقابل اي حاجه خالص، وممكن نتفق مع حضرتك ان انت تبقى ماسك بيم اريبيا هناك ونبدا نتعاون مع بعض ان شاء الله. تمام، طيب بالنسبه للفكره بس انا لسه 5 عمار يعني. ماشي. هم كمان في الكليه، بس الفكره ان هم بيرفضوا اي نوع من انواع التجديد يعني. لا لا، هو بس في ليه قواعد معينه بتقعد مع الدكاتره وبيستجيبوا بسرعه، بس هو الفكره بس ايه؟ وعندنا بعض الدكاتره بتستجيب. هم عليهم ضغط في الموضوع القواعد، وما ينفعش ينزل ماده غير لما ياخد موافقات وحاجات زي كده كتير قوي. فهو مش غلطه من الدكاتره، هي في بس منظومه معينه بنبدا نتعامل معاها وبنقدم ورق وبناخد وقتنا لحد ما نعملها، مفيش اي مشكله خالص. تمام؟ على عيننا وعرفنا كل الساده الافضل. طيب بص يا سيد فضل، الموضوع بقى البيم ديفلوبر. البيم ديفلوبر اول حاجه لازم تعرف انت عايز تبرمج ليه. يعني ممكن تكون انت عايز تبرمج موبايلات، تمام، هتبرمج بين موبايلات، يعني هتبرمج حاجه تعمل لك اي حاجه على الموبايل، حسابات مثلا. تمام، دي ليها سكه معينه. هتبرمج حاجه على النت مثلا، عايز تبرمج في حاجه تبع اوتوديسك اسمها اوتوديسك فورش، بتخليك تبرمج على النت من خلال عندك لوتر اتش تي ام ال والجافا سكريبت والسي اس اس، تقدر تبرمج حاجه على النت ممتازه جدا وقوي جدا. طيب انا عارف ان انت عايز تبرمج جوه الريفت، مظبوط؟ بالظبط. يعني انا عارف الكونسبت عشان اتفرجت على محاضره مش مهندس هشام مع حضرتك، هشام جعفر هو معانا اهوت.
انا عارف ان انا شفت في الشات موجود. فالفكره بس يعني انا كمعماري مثلا، هل بحتاج كمرحله يعني بشكل ضروري دلوقتي ان انا اتعلم ديفلوبر عشان ان انا اعمل بلاجنز مثلا في الريفيت او الكلام ده بشكل بيزكس اساسيه يعني؟ جميل جدا. هو في فرق بين حاجتين، انا هشتغل ديفلوبر تماما يعني انا مش هبقى مهندس معماري، هبقى ديفلوبر تماما، ودي حاجه ممتازه جدا مفيش مشكله فيها. وحاجه ثانيه برضو كويسه جدا ان انا هشتغل مهندس معماري وعندي الفكره ان انا اقدر اعمل ادوات تفيدني، تمام؟ دي مختلفه تماما. لو انت عايز تشتغل ديفلوبر خلاص بتبدا بقى تتعلم السي شارب بقوه، وتبدا تشوف المكتبات بتاعتها وتحاول تعمل برامج. وفي شركات بتبقى عندها اشخاص متخصصين في كده، ان هو الراجل ملوش دعوه بالعمليه البرودكشن بتاعت الموديل، بس ليه دعوه بان هو راجل مبرمج كويس جدا، تمام؟ وباي حاجه تقف قدامه يعملها لهم. يعني يقول له مثلا ايه، عايزين حاجه مثلا عندنا مثلا استاد وعايزين نرص الكراسي بشكل معين وطريقه معينه، خد انت اعمل لنا حاجه تسهل لنا الموضوع دوت، او اعمل لنا اوبننج في اي مكان الكهروميكانيكال بيخبط فيه في الحيطه. فانت متخصص في البرمجه، وده سكه حلوه قوي. يعني مشكلتها ان مش كل الشركات بتطلبها، بس ليها هي دي الفكره. يعني انا مش شايفهم في شركات كبيره قوي يعني. وهل الفيجوال بروجرامنج مثلا يعني فيها قصور مثلا كافيه ان هي نحتاج ان احنا نبرمج اكتر، بحيث يعني مثلا داينو او دلوقتي مثلا حاليا جراس هوبر بقى انسايد ريفيت دلوقتي في الفيرجن الجديد، فهل احنا مثلا من هقول لحضرتك حاجه، الديفلوبر محتاجين قوي؟ الديفلوبر محتاجينها، تمام؟ محتاجينها في ايه؟ ان انت عايز حاجه والبرنامج ما بيعملهاش، تمام؟ والداينو ليه حدود معينه بيقف عندها، ما يقدرش يعمل لك كل حاجه. فانت لا لما بتتعلم بقى تخش في السي شارب وتخش في الحاجات ديت بتنطلق. الداينامو سهل جدا وممتع، بس اولا مش عارف تبيعه، يعني ما بيقدرش تقفله بحيث ان هو مثلا يسطر محتاج كلمه سر وكلاك وحاجات زي كده. لا، الداينامو مفتوح وتقدر اي حد ياخده ويشتغل عليه اوبن سورس. اوبن سورس وكل الكلام ده، تمام؟ ما هو الفكره، هل الداينامو مثلا مش كافي بشكل كبير؟ لا هو كورك بيستخدم مش كافي. طب مثلا حتى جراس هوبر دلوقتي بقى في حتى يعني جزء، يعني انا مثلا مهتم بفكره السستينيبل، هل السستينيبل مثلا دلوقتي جزء رئيسي جدا في البيم زي مثلا التولز مش قصدي بتشتغل يعني حاجه مين اساسيه من دي 1 مثلا عنده حاجات بيطبقها فعليا، ان هو عنده في الموديل مثلا الروف الجرين روف او الكلام ده شغال معاه والاناليسيس بتاعته وكل حاجه، هل ده برضه شايفه مطلوب اساسي كمرحله في البيم مثلا، ولا هو بيقف مثلا عند 5 دي او بيقف عند 4 دي؟ لا، هو الالتزامه مطلوبه مثلا، الالتزامه مطلوبه جدا، وفي اكواد كتيره بتبقى مشترطه او في مشاكل كتيره بتبقى مشترطه موضوع الاستدامه. طيب الجراس هوبر ادم كتير من الداينامو، الجراس هوبر بيشتغل جوه ادم بكتير، فهو مكتباته جاهزه وقوي جدا وممتاز جدا، هو بيبقى مستمتع لما بيشتغل فيه. بس برضه هو المكتبات جاهزه حاجات معينه، قدر انت عايز حاجه معينه مختلفه محتاجه ترجع للبرمجه. يعني حتى في الجراس هوبر بتلاقي مكتبه خاصه بالرياح، مكتبه خاصه بكذا، مكتبه خاصه ازاي تعمل مثلا تكرر مبنى. فلا، طب انا مش عايز اكرر مبنى، انا عايز اعمل حاجه معينه غير كل دول. فلا، مضطر ترجع للبرمجه. على سبيل المثال مثلا كانت واجهتني مشكله مثلا ان انا عندي البيوهات 1000 بيو كلهم معمولين اركتكشر، فانا عايز اكررهم بس بدل اي ار اخليها اس تي واحط كل واحده اكريت لها الشيب بتاعها واخلي البيو تحط شايف قصة كلها كده. مفيش حاجه جاهزه لا في الجراس هوبر ولا في الداينامو. انا عملتها بالداينامو، بس هي الداينامو موجوده كسترنج. يعني في حاجه انا في الاخر عملتها بالداينامو، بس انا بقول لك ايه، يعني في الجراس هوبر ما كانش في حاجه جاهزه كده، الداينامو كانت في حاجه جاهزه. بس لو انت عايز تنطلق وما تبقاش مقيد بالمكتبه بتاعتهم، لازم تدخل في السي شارب. لو انت ناوي فعلا الديفلوبر، خد فكره في الداينامو وافهم الافكار وافهم فكره البرمجه، وبعد كده عندك اربع لغات ممكن تبرمج بيهم الريفت، السي شارب والفيجوال بيزك وروبي، روبي بتاعتهم مش روبي بتاعتنا، والبايثون. في بايثون دلوقتي برضو ما هي البايثون من ضمن اللغات اللي ببرمج بيها جوه الريفت. تمام. بس طب لو انا مثلا وقفت عند ال 4 دي مثلا ما كملش، هل كده الموديل بيم؟ يعني هل المبنى ده يعني يتقال عليه بيم بشكل كافي، ولا لازم مثلا توصل ل 5 دي 6 دي مثلا؟ ما انا بقول لك لو اتعمل 3 دي واتحط فيه كل الانفورميشن ده كده يعتبر بيم. جميل. اهم حاجه يكون في كل الانفورميشن لما اعمل سيلكت. بعد كده بقى ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي
ده اضافه في البيم. بس امتى بقى نقول البيم كامل والبيم مش كامل؟ مش بتتعلق بقى بالفور دي والسيكس دي، بتتعلق بهل كل السيبلين اتعملوا بيم ولا لا. يعني غالبا في كتاب كده انا كنت قريته اسمه بيج بيم اند ليتل بيم، بيج بيم اند ليتل بيم، بيج بيم ترجمناه في قاموس ذات قدرات فائقه، ليتل بيم ذات قدرات محدوده. وكان المقياس بتاعهم هل انت كل الديسيبلين معمولين معمولين بيم ولا لا. يعني غالبا بيبقى المعماري والانشاء معمولين بيم، والكهروميكانيكال مش معمول بيم. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بصوا هيصل دلوقتي، هيصل دلوقتي استاذنكم هبعت لكم الرابط حالا على صفحه بيم قريبه المنصوره ونكمل خلاص. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم.